القراءة الصحفية لنهار اليوم من شوف تي في، أهلا بكم. البداية من الأحداث المغربية، والتي قالت: مهاجرون أفارقة يشتبكون مع الأمن ويرفضون تسليم جثة كاميروني بطنجة توفي إثر سقوطه من الطابق الرابع لإحدى العمارات، وتسجيل إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف عناصر الشرطة والقوات المساعدة. في نفس الموضوع، أوردت يومية أخبار اليوم في مقال لها روايتين عن الحادث، الأولى نقلا عن متحدث باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن قوات الأمن اقتحمت شقة كاميرونيين في عمارة بحي بوخلف مساء الأربعاء، وبعد ذلك سقط من الطابق الرابع للمبنى. فيما الثانية عن وكالة المغرب العربي للأنباء، حيث تحدث بلاغ لها عن اتصال هاتفي بصوت أنتوي يخبر بوجود جثة شاب إفريقي ملقاة على الأرض، بينما المهاجرون الأفارقة يتهمون الأمن بمهاجمة الشقة ورمي الشاب من الطابق الرابع. يومية الأخبار تحدثت عن أن الحكومة تصرف 10 ملايير درهم سنويا على حظيرة الدولة من سيارات الخدمة لأجل الصيانة واقتناء المحروقات ومصاريف التأمين، وهو ما يزيد من تأزيم ميزانية الدولة من خلال ارتفاع حجم نفقات التسيير. هذا في الوقت الذي يحث فيه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أعضاء حكومته على نهج سياسة التقشف وتقليص مناصب الشغل مختلف القطاعات. جريدة العالم أفادت أن زيوتا جزائرية غير صالحة تغرق الأسواق المغربية، حيث كشفت العديد من المصادر أن أسواق الجهة الشرقية تم إغراقها في الأسابيع الأخيرة بكميات كبيرة من زيوت المائدة المهربة من الجزائر، والتي ينطوي على مخاطر صحية كبيرة بحجم تجاوز جل المعروض منها للبيع لتاريخ صلاحيته الغذائية. ونختم من جريدة الأخبار التي كتبت أن أشتون تعتبر أن من حق المغرب التنقيب عن البترول في مياه الصحراء بمقر الاتحاد الأوروبي، حيث استبعدت أن تكون جهود اكتشاف البترول والغاز التي سمح بها المغرب في الصحراء متعارضة مع ميثاق الأمم المتحدة. بهذا ننهي هذه الجولة الصحفية من شوف تي في، شكرا لطيب المتابعة.